صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تجوز إقامة صلاة الاستسقاء في المدارس علما بأن هناك أمر من الوزارة بإقامتها في جميع المدارس؟ الأمر يجب أن يكون من الإفتاء، ما يكون من الوزارة، يعني هذه عبادات يرجع بها إلى الإفتاء، فإذا صدرت فتوى من الإفتاء يعمل بها، أما بدون فتوى فلا. نعم.